هذا الفاصل رح تجاوبني بنعم أم لا، إلا في حال في حاجة استوقفتني حأخذ ودي أنا وياك بالحديث. أوكي. جاهز؟ جاهز. أؤيد من حضوية النقابة لمغني الراب، نعم أم لا؟ لا، ال عضوية النقابة لا تتم إلا باختبار. أوكي، فمن يجتاز الاختبار ياخد العضوية، من لا يجتاز ما ياخدش. مع امتداد سلطة النقابة لتشمل طرح الأغنيات على الإنترنت، نعم أم لا؟ إن شاء الله نعم. إن شاء الله نعم. ممكن أن أغني في مهرجانات في يوم ما؟ لا طبعا. ليه؟ ليه لا؟ أغني مهرجان يعني؟ أنت تغني في مهرجان. في مهرجان ولا مهرجان؟ في مهرجان، تغني في مهرجان. ما احنا كنا نسمع مهرجان جرش، مهرجان الموسيقى العربية طبعا. إنما مش المهرجانات العالمية أنا بقصد فيها، مثل أغاني المهرجانات. لا. بحفلات زي دي بنفس الستايل يعني بقصد. لا لا ولا لا ولا الشعبي. أغني ولا. أغني شعبي. طب ما أنا ممكن أغني شعبي. طب شعبي وبتكون بمهرجانات ليه لا؟ ممكن أغني شعبي جدا. يعني عادي جدا أغني شعبي، بس يطلق علي أصل المهرجان دي برضو ليه حاجات. تقولي ألفاظ مش عارف إيه، تعملي ايه، ده انا مش هعمله ابدا. لازم يكون مرتبط بالموضوع، لازم ده لازم يرتبط بكده. يعني لما بنحكي المهرجانات يعني الشعبيه يعني لازم يكون فيها عبارات غير لائقه، غير صحيح. لا لازم يكون مرتبط معظمها كده. معظمها كده. طب ليه مش مثلا بيطلع موجه تانية تختلف فيها الصوره، تكون اغاني شعبيه للناس كلها ولكن بعبارات يعني ده اكثر تحضرا ده جميل جدا. يا ريت. طيب يا ريت. ليه ما بتبتدوا تغيروا على فكره كان دي؟ كان اعتراض النقابة على الكلمات مش أكتر. بس حافظ حاجة من الأغنيات الشعبية؟ في حاجة في بالك دلوقتي؟ يعني أغاني شعبي اللي هو إيه يعني زي يعني شعبي يعني ما فيش في بالي حاجة، بس حاجة أنت بتحبها يعني أقولها لك يعني؟ قولها لي مقطع صغير، عاوز أسمعك كده في الشعبي بقى. طيب. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل، الناس معادن الناس معادن، ومن أغلى المعادن تلاقي ناس، وناس كتير طيبين، وناس كتير مش ناس، وناس لسانها تملي يجي في سيرة الناس، وناس بتضحك في وشك ويزموا فيك للناس، سلمها لله ولا تندم، ده الراجل الحر ما يهمه كلام الناس. الله الله، ده شعبي شعبي. وما يهموش كلام الناس، صح؟ الراجل الحر. الراجل الحر. هل زمن التسعينات موضة وعدت؟ زمن التسعينات لا طبعا، مش ممكن تكون عدت، لأن علامة من علامات الفن. العلامات الفن الناجحة في زمن التسعينات، وشاهدت نجاح نجوم كتير جدا، وشاهدت أغاني كتير جدا نجحت مع الناس كتير كتير كتير. أكتر فترة من فترات بعد طبعا جيل العمالقة يعني، أكتر فترة فيها رواج فني وفيها إبداعات كان جيل التسعينات. بالفترة دي يعني؟ بالفترة دي طبعا. طيب، لو عاد بك الزمن ستغير في اختياراتك الفنية، نعم أم لا؟ نعم. كنت غيرت في إيه؟ أنا كنت بختار حاجات كتير مش حلوة. يعني مثل إيه؟ أي أغنية بتقول لي؟ يعني أنا مثلا كنت لما كنت بعمل ألبوم مثلا 10 أغاني، كنت بختار 15 20 أغنية. يلا أي وأي حاجة وكده. بس دلوقتي طبعا الموضوع اختلف كتير. إيه جدا. أي أكتر أغنية ليك بتقول يا ريتني ما سجلتها ولا غنتها؟ لا لا، في حاجات كتير مش قول لي. ما أنا مش عارف يعني. لا هو إحنا كنا مشينا على صراط مستقيم، حصل ايه؟ لا في اغاني كتير يعني عملتها كده يعني اديني مثلا. ساعتها كنت فاكر انها اغاني حلوه. زي ايه؟ زي ايه؟ ما انا والله مش حافظ حاجات كتير. اغانيك ما هي ما بقتش اغنيه، ما انا ما نزلتهاش اصلا
يعني أنا كنت بغني 10 أغاني ده كتير. يعني أنا كنت بغني بعمل 10 أغاني المفروض الألبوم 10 أغاني كنت بختار 15 و20 كمان. يعني الواد بقى فلوسه كتير بقى وعمال. أعطيني أغنية من هالأغنيات واحدة تقول لا ما حبيتهاش. من اللي أنا من اللي أنا عملتهم يعني مش فاكر والله مش فاكر انت مش مصدقاني. لا والله مش فاكر بس حمرقها الله يخليك حمشيها مش لانك تعذبت بين امبارح واليوم قعدت تتشوي أيوة كده أيوة. سمحتك خلاص مش مشكله. طيب عمر كمال صوته حلو ولكن بحاجه هو اكتر انه يغير في اختياراته الفنيه صح؟ تمام صح؟ صح. اختياراته الفنيه بناء على ايه؟ مش كويسة أو مش بتنجح معاه؟ لا هو عمر كمال بيغني يعني حد بيغني كويس يعني وأنا كنت شايفه بشكل يعني عمل حاجات حلوة قوي صوت معبر وصوت جميل. طيب. بس هو استعجل يعني بقى يطلق عليه دلوقتي عمر كمال مطرب المهرجانات. أنا مش حابب له ده يعني بس هو حابب ده علشان الثراء السريع وكده خلاص هو حر. هو الأغاني المهرجانات بتعمل لهم ثراء سريع؟ طبعا. عندك فكرة ثروتهم تبلغ قد إيه؟ لا من دون ما نفوت بالأسماء لا يعني. والله ما عنديش. بس يعملوا ملايين يعني؟ أكيد جابوا طبعاً. ملايين؟ أكيد. أنت الفن جمعت منه ملايين؟ ملايين فين؟ يعني الحمد لله أنا تمام. يعني في ملايين منهم كتير راحت في البورصة. خسرت في البورصة؟ جدا. خسرت كام في البورصة؟ لا بالأرقام يعني؟ ما بلاش بالأرقام. لا خسرت يعني. رقم كبير قوي يعني تقريبا يعني حوالي 6-7 مليون. 7 مليون جنيه؟ في البورصة؟ امتى ده؟ في 2008. لا ما تجننتش؟ ما حصل معاك ايه؟ ليه دخلت في الحتة دي؟ ايه اللي وداك حتة البورصة والمغامرة دي؟ والله بصي هي جت كده بس أقول لك موقف صغير قوي يعني الحمد لله يعني ربنا كريم جدا. أنا لما كنت بشتغل في النايت كلاب ورحت الحج بطلت نايت كلاب واعتمدت إن أنا خلاص مش هشتغل نايت كلاب عشان أنا مش عايز أبوظ الحجة يعني. فأثناء الحجة دي كان في شيخ من الشيوخ المحترمين جدا اللي عندنا كانوا موجودين معانا في نفس الرحله. تمام. فانا قلت له والنبي انا بشتغل كذا 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 وانا مش عارف يعني هعمل ايه بالفلوس ويعني حرام حلال مش عارف ايه كده. فالمهم يعني قال لي يعني ما فيش حد بيقول ارمي فلوسك كلها في البحر يعني بس حاول تغسل الفلوس دي يعني اعمل لو انت بتطلع مثال يعني 5 قروش السنة دي طلع 20 اللي بعدها طلع كذا اللي بعدها طلع كذا لغاية لما تغسل الفلوس دي يعني. لما خسرت بقى فمراتي ذكرتني وأنا طبعا زعلت زعلان جدا بقى وقاعد مهموم جدا قالت لي مش فاكر لما حصل كذا 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 وإحنا في السعودية أهي اتغسلت لوحدها هي دول مش نصيبنا خلاص. والحمد لله يعني عشت حياتي عادي جدا جدا. وانت خسرتهم مره واحده في فتره يعني في 2008 وكان في ازمه أيوة عالميه. ايوه 2000 ازمه الازمه العالميه في 2008. وفي الاول وفي الاخر عايز اقول لك طول ما انت مستوره طول ما انت بصحتك ده يعني اهم حاجه في الحياه. طب بفهم منك من خلال الخلاصه اللي وصلت لها وكانه كلام الشيخ مظبوط لك اغسل فلوسك يعني هل فلوس الفن حرام؟ لا علشان انا كنت بشتغل في نايت كلاب في مالها ليلي يعني في مالها ليلي وده كان اللي كانت الفكرة المعممة عند الناس يعني أو عموما يعني في حين إن أنا الحمد لله يعني أنا من الناس اللي بتخاف من ربنا قوي وبتخاف تعمل حاجة غلط يعني خواف يعني جدا بخاف على نفسي جدا وبخاف على اسمي وشكلي جدا واضح واضح واضح
راحوا لحالهم والحمد لله. طالما انا شايف نفسي كويس، شايف ولادي كويسين، شايف بيتي تمام، الحمد لله مكتفي.